السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنكمل حل تدريبات ملحق كتاب جيم ترم تاني 2024. هنحل التدريبات على يونت 9 الوحدة التاسعة صفحات من 16 إلى 21. Let's get started. هنبدأ من بيج 16 صفحة رقم 16، فيها الفوكابيولاري المفردات للسنز 1 and 2 للدرس الأول والتاني. الإبحار سيلينج، التجديف كاياكينج، ركوب الدرجات في الجبل ماونتن بايكينج، الانزلاق بالحب زيب لايننج، تسلق الصخور روك كلايمينج، الارتحال أو التجول تريكينج، مهارة سكيل، معدات equipment، بدوي أو بدوين، مخيف scary، بحرص carefully، الغطس أو الغوص diving، ركوب الأمواج wind surfing. صفحة على الإنترنت web page. language expressions and prepositions، تعبيرات وحروف جر، يصل إلى arrive at، يفعل شيئا ما do something، خطة لي a plan for، يجد الطريق find the way، في أو عبر النيل down the Nile، يذهب في رحلة بالقارب go on a boat trip. word الكلمة opposite أو الأنتنم العكس بتاعها، هادي quiet عكسها مزعج noisy، عادي usual عكسها غير عادي unusual. definitions تعريفات، a person هو الشخص who shows اللي بيبين a place مكان to tourists للسائحين، ده المرشد الجايد. something شيء ما you sleep in بتنام فيه، when you go camping لما تذهب للمعسكر دي الخيمة، الخيمة يعني التنت. an exciting experience يعني تجربة مثيرة، when something لما شيء ما unusual غير معتاد or dangerous أو خطير happens بيحدث، دي المغامرة، ومغامرة يعني adventure. page 17 صفحة رقم 17 choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. كينزي would like to try، كينزي تود إنها تجرب إيه؟ she likes water sports، هي بتحب الرياضات المائية، فعايزة تمارس رياضة إيه أو تجرب رياضة إيه؟ climbing تسلق، biking ركوب الدراجات، kayaking التجديف، zip lining الانزلاق بالحبل، مفيش رياضة مائية غير الكاياكينج التجديف. she walked هي مشيت on the icy road في الطريق الثلجي، she didn't want to fall over وهي ما كانتش عايزة تقع. طيب هي مشي بقى ايه؟ بحرص عشان ما تتزحلقش في الطريق الثلجي ده، طب يبقى مشيت carefully بحرص. نادي had all the ايه، نادي مع كان معاه كل ايه we need اللي احنا محتاجينها for camping للتسلق، معاه كل المعدات، معدات يعني equipment. a good ايه can make your journey safer، ايه الجيد اللي ممكن يجعل الرحلة بتاعتك أكثر أمانا، طبعا المرشد الجيد a good guide. we are meeting to talk، احنا بنجتمع عشان نتكلم about our plans عن خططنا the weekend في عطلة نهاية الأسبوع، يعني احنا بنجتمع عشان نتكلم على خططنا لعطلة نهاية الأسبوع، يبقى for the weekend. when we trek لما احنا بنذهب للتجول in the desert في الصحراء، we sleep in ايه بننام في ايه؟ في خيام tents. عادل got lost trying to find his ايه back to the camp، يعني عادل تاه وبيحاول ان هو يجد طريقه للمعسكر بتاعه، طريق العودة للمعسكر، يبقى his ايه way back، يجد طريق العودة بتاعه. بعد كده أسئلة اللانجوج، أسئلة الجرامر. look at the sky، انظر للسماء. it's full of dark clouds، يعني مليانة بالسحب الايه المظلمة. it a rain soon، سوف تمطر أو أشكت على الايه إنها تمطر قريبا. طب خلي بالكم بقى معايا، أنا عندي في حاجتين هنا بمعنى سوف، عندي will بمعنى سوف و is going to بمعنى سوف، أختار أنهي فيهم؟ قال لك لو في دليل يعني السماء مليانة سحب هتمطر قريب، ده دليل عشان السماء مليانه سحب، في الحاله دي اخد is going to، لكن لو انا بقول المطر هتمطر كده وخلاص من غير ما اتكلم على في سحب ولا حاجه كنت قلت will، يعني اقول it will rain هتمطر وخلاص، لكن طالما في دليل في سحب مظلمه يبقى it is going to a rain soon.
هتمطر قريبا. طيب my mother isn't going me anymore money. ماما مش هتقرضني اي نقود اخرى، خلاص مش هتديني فلوس تاني يعني سلف يعني. my mother isn't going يجي بعدها to المصدر يبقى to lend. you going to try the new ice cream flavor، هل انت هتجرب طعم الايس كريم الجديد؟ going to انا بسأل سؤال، لازم هنا يجي am او is او are. طب مع يو اقول ايه؟ ار يو جوينج تو تراي، هل انت سوف تجرب. بعد كده سؤال كوريكت، از يور براذر، هل اخوك جوينج ليرن هاو تو رايد ا بايك، يعني هل اخوك سوف يتعلم كيف يقود الدراجه. بعد جوينج بيجي تو والمصدر، يبقى نقول هنا تو ليرن. What are you go to do next Friday؟ ماذا سوف تفعل الجمعة القادمة؟ هنا عندي بعد ام و اس و ار طبعا بيجي الفعل في ان جي، دي التركيبة بتاعت سوف. What are you going to do؟ ماذا سوف تفعل؟ Are we going to have a picnic at the park؟ يعني احنا بقى دي جملة عادية مش سؤال عشان يبقى بادئين بالفعل المساعد. يعني عايزين نقول ايه؟ احنا سوف نذهب لنزهة خلوية في الايه؟ في الحديقة العامة. طيب انا هنا الجملة العادية ببدأ بالفعل وبعدين الفعل، تمام كده؟ يبقى هعمل تبديل، يبقى اقول we are، نحن سوف، we are going، نحن سوف نذهب لكذا، we are. هنبدل بس ما بينهم عشان دي جملة خبرية مش سؤال. احمد is going to play football، احمد ذاهب للعب كرة القدم. بعد going to بيجي الفعل في المصدر، يبقى نقول play بس. طب I be going to visit Sinai next week، يعني انا سوف ازور سيناء الاسبوع القادم. هنا be verb to be اللي هو am و is و are، مع I اقول I am. I am going to visit Sinai next week، سوف ازور سيناء الاسبوع القادم. في بيج 18 صفحة رقم 18 فيها الفوكابيولاري المفردات للسنز 3 and 4 للدرس الثالث والرابع. بطاقة بريدية بوست كارد، يساند أو يدعم سبورت، عرض تقديمي بريزنتيشن، الطقس ويزر، فوطة أو منشفة تاول، طبيب أسنان دنتست، يفحص أو يراجع تشيك، متحمس اكسايتد، خط سكة حديد railway line، يعود أو يرجع return، يجف أو يجفف ب dry with، مواصلات transport، شخصية character، نسر eagle. language expressions and prepositions، تعبيرات وحروف جر. يكمل تحديا complete a challenge، يرتدي ملابسه get dressed، يعطي فكرة لي give an idea for، يجلس بجانب النار sit by the fire، يحمي من protect from، يرتكب خطأ make a mistake، يأتي أو يخرج من come out of، في الوقت المحدد on time. conjugations of irregular verbs، تصريف أفعال غير منتظمة، يكتب write wrote written، يعطي give gave given، يحفظ keep kept kept. page 19 صفحة رقم 19 choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. I went to the A، أنا رحت فين؟ because my tooth hurt، عشان سنتي كانت بتؤلمني، رحت عند طبيب الأسنان اللي هو dentist. the metro، المترو is a form، هو شكل of A، من أشكال A. that most people، اللي معظم الناس like to take to، بتحب تركبه travel fast، عشان بيتجول بسرعة أو بيسافر بسرعة. طبعا شكل من أشكال وسائل المواصلات، وسائل المواصلات اللي هي a form of transport، وسيلة أو شكل من أشكال وسائل المواصلات transport، وسيلة مواصلات. the TV show يعني العرض التلفزيوني أو البرنامج التلفزيوني gave me، أعطاني a great idea، فكرة رائعة a book، فكرة رائعة لكتاب for a book. students الطلاب should their answers، ينبغي ان هم يتاكدوا من اجاباتهم before ending the test، قبل انهاء الامتحان. طب يتاكد اسمها ايه؟ check او يفحص. we live near to the railway A، it is very noisy، احنا ساكنين بالقرب من ايه؟ من خط السكه الحديد، ودي في ضوضاء جامد قوي، في ضوضاء كتير في المنطقه يعني. طيب خط سكه حديد اسمه railway line. the top students الطلاب المتفوقين
talk the A بياخدوا A to do a presentation. يعني الطلاب المتفوقين أخذوا تحدي عشان يعملوا عرض تقديمي in front of أمام the head teacher أمام المدير. طب أخذوا تحدي اللي هي اسمها إيه؟ talk the challenge. أخذوا التحدي، قرروا إن هما يتحدوا يعملوا عرض تقديمه وينجحوا فيه يعني قدام إيه المدير. Some people بعض الناس are sitting by the fire بيجلسوا بجوار المدفأة to a warm عشان يحافظوا على الدفء بتاعهم to keep warm. عارفين fire يعني نار بس هنا معناها مدفأة دفاية يعني. Did you paint the picture by boys؟ هل انتوا رسمتوا الصورة بنفسكم يا أولاد؟ طبعا ما يكون في كلام وأخر كده كومة واسم حد يبقى ده بينادئ يعني بمناداه يعني بيقول يا أولاد هو انتوا رسمتوا الصورة بأنفسكم؟ طيب يبقى طالما الأولاد جمع يبقى إيه؟ yourselves. هل رسمتوا الصورة بأنفسكم؟ علي enjoyed. علي استمتع in the swimming pool yesterday. علي استمتع بنفسه في حمام السباحة بالأمس. طب علي ده يعني هي والفعل المنعكس من هي اللي هو himself استمتع بنفسه اتبسط في الإيه في حمام السباحة امبارح. ندى and دينا. ندى ودينا collected the rubbish جمعوا القمامة بأنفسهم. ندى ودينا دول جمع يعني زي. طب الضمير المنعكس من زي اللي هو themselves بأنفسهم. سؤال الكوريكت dad and I أنا وبابايا fixed صلحنا the car السيارة. عايزين نقول بأنفسنا أنا وبابايا يعني نحن بأنفسنا يعني ourselves. look انظر there is a little bird في طائر صغير washing herself in the river. انظر كده في طائر صغير بيغسل نفسه في الايه في النهر. طب الطائر ده يعني it. طب عايز بيغسل نفسه لغير العقل اقول ايه itself. جرامبا جدي hurt yourself جرح عايز المفروض اقول نفسه while he was repairing his car بينما هو كان بيصلح سيارته. جدي ده يعني هي والضمير المنعكس من هي اللي هو himself كرح نفسه himself. that children الاطفال tidied the room نظفوا الغرفة بتاعتهم بانفسهم. الاطفال دول يعني زي والضمير المنعكس من زي يبقى themselves بانفسهم. Why don't you clean? ليه ما تنظفش the windows الشبابيك؟ عايز اقول ايه بنفسك يبقى اقول ايه yourself. في حد ممكن يقول لي طب ما انا ممكن اقول هل انتوا نظفتوا الشبابيك بانفسكم يعني بدل yourself اقول yourself تنفع برضو مفيش مشاكل يعني ممكن اقول yourself بنفسك او yourself بانفسكم. في بيج 20 صفحة رقم 20 فيها المفردات للسنز 5 and 6 يحترم respect محطة station هدية present مجلة magazine ألبوم صور photo album مشغول busy خطاب letter بريد إلكتروني email طائرة عمودية أو هليكوبتر helicopter language expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر مختلف عن different to or from يعني ممكن تقول different to أو different from الاثنين معناها مختلف عن مميزات لي advantages of رد على reply to يقدم اقتراحات make suggestions لدي حصص تنس have tennis lessons مسرور أو متحمس بخصوص excited about يرد على respond to نوع أو شكل من form of word الكلمة opposite أو antonym العكس بتاعها خطير dangerous عكسها آمن safe عبر الإنترنت online عكسها غير متصل بالإنترنت offline جميل beautiful عكسها قبيح ugly. آخر بيج معانا النهاردة بيج 21 صفحة رقم 21 complete the following dialogue أكمل المحادثة التالية ولما يجينا سؤال المحادثة أنا لازم أقرأ المحادثة كاملة خاصة رأس السؤال عشان بيبين لي المحادثة بتدور عن إيه وبشوف مين بيكلم مين وبراعي زمن المحادثة. أمل and باهر are discussing their plan for tomorrow. أمل وباهر بيناقشان خطتهم للغد. فأمل بتقول what shall we do tomorrow؟ إحنا ممكن نعمل إيه بكرة؟ فقال لها هيقترح عليها بقى قال لها why don't we go rock climbing؟ ليه ما نذهبش لتسلق الصخور؟
قالت له حاجة وقالت له that sounds a bit scary، يبدو ذلك مخيف قليلا. I'd rather، أنا بفضل do a sport، إن إحنا نمارس رياضة. طب هي واضح إنها مش موافقة على الاقتراح ده، فهتقول أنا لست متأكدة، I am not sure. I am not sure. ليه ما نمارس رياضة؟ فقال لها I like sports too، أنا بحب كمان الألعاب الرياضية. رد عليها او سالها سؤال، اقترح عليها اقتراح يعني، فقالت I don't know، مش عارفه. I am not very good at basketball، انا مش جيده جدا في الباسكتبول. يبقى هو يقول لها مثلا ايه رايك نلعب باسكتبول، ماذا عن لعب الباسكتبول مثلا. يقول لها how about، اسلوب اقتراح، how about، ماذا عن playing، لعب باسكتبول، كره السله، رأيك نلعب كرة سلة؟ قالت له I don't know، مش عارفة، أنا مش جيدة فيها. طب قال I know، أنا أعلم ذلك. بعد كده قال حاجة وقال We are both good at that، إحنا الاتنين جيدين فيها. فقال good idea، فكرة جيدة. I like to play tennis، بحب ألعب تنس. يبقى هو هنا هيقترح عليها لعب التنس، هيقولها هيا بنا نلعب التنس. Let's، ده برضو أسلوب من أساليب الاقتراح، Let's play tennis، يلا نلعب تنس، احنا اتنين كويسين في التنس، فكانت فكرة جيدة، انا بحب ايه لعب التنس. بعد كده باهر سأل سؤال، فقالت له we are going to play at 9 a.m، احنا سوف نذهب للعب الساعة 9 صباحا. يبقى هو يسألها على الميعاد، وانا بسأل على الميعاد بوين، متى، او what time، في اي وقت. طب مثلا هنقول لها ايه هنا، when are we going to play، هنروح نلعب امتى، when are we going to play، نلعب امتى؟ قالت الساعة 9 الصبح. هيقول لها بقى ايه، great، رائع، see you then، اراك حينئذ، great، وبعدين يقول لها see you then، اراك حينئذ، great، see you then. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. I would play athletics، يعني أنا بفضل لعب الإيه، ألعاب القوة. I would rather، أنا بفضل، مش هقدر آخد I would prefer عشان prefer بيجي بعدها الفعل في ING، ماشي، بفضل ألعب ألعاب قوة. I am looking to seeing you again، أنا بتطلع لرؤيتك مرة أخرى، هي اسمها I am looking forward to، بتطلع إلى، وبيجي بعدهم الفعل في ING. My grandpa، جدي، made me، جعلني a photo album، جدي عمل لي ألبوم صور، as a present، كهدية مميزة، جدي عمل لي ألبوم صور كهدية مميزة، اسمها a special present. My sister، أختي، and I، وأنا، always، دايما، suggestions about what we are going to do at the weekend، يعني أنا وأختي دايما بنعمل اقتراحات، هنروح فين في عطلة نهاية الأسبوع؟ اسمها make suggestions، يعني يقدم اقتراحات. I am really، أنا حقا، that you welcome to the party، أنا فعلا يعني متحمس أو فرحان إن أنت هتيجي الحفلة. طيب I am really excited، أنا حقا متحمس. What are the advantages، إيه المميزات، shopping online، للتسوق عبر الإنترنت، مميزات لي اسمها advantages of. I like tennis very much، أنا بحب التنس جدا، so I want to a tennis lessons، عشان كده أنا عايز أخد حصص أو دروس في التنس. I want to بقى a have. Sandy is a baby، ساندي لسه طفلة رضيعة، she can't eat by، ما تقدرش تاكل بنفسها. طب شي، هي الضمير المنعكس بتاع هي اللي هو herself، تقدرش تاكل بنفسها. If you can't do this exercise، لو انت مش عارف تعمل التمرين دوت باي ايه بنفسك، ask the teacher for help، اطلب من المعلم المساعدة. طيب عندي انا هنا you، you يعني انت، الضمير المنعكس بتاع انت اللي هو yourself، yourself. لو مش قادر تعمل التدريب ده بنفسك، اطلب مساعدة من ايه، من المعلم. Going to try rock climbing، هل انت سوف تجرب تسلق الصخور؟ طبعا going to يعني سوف، لازم يجي قبلها verb to be، ده سؤال بقى، فهنجيب الايه، الفعل المساعد الاول وبعدين الفاعل، يبقى هنختار are you، are you going to try rock climbing؟
خلصنا سيشن النهاردة، تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.